أعزائي، رح نتناول في صحة المرأة في رمضان عن صحة المرأة الحامل في هذا الشهر الفضيل، وهذه الوقفة مع الدكتورة أمل الجودر مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. دكتورة أمل، صباح الخير. صباح الخير أختي بدرية، وصباح الخير المستمعين والمستمعات الكرام. حياك الله دكتورة، واليوم موضوعنا معاش يتعلق بالنصائح اللي راح تتفضلين بتقديمها لكل امرأة حامل في هذا الشهر الفضيل. تفضلي. زر فضلك. طبعا الحمل خلينا نقول في البداية انه هو يعني عملية فسيولوجية وعملية طبيعية، واذا كانت المرأة لا تعاني من اي مرض ولا تعاني من اي مشكلة صحية قبل الحمل، وتتابع مثلا خلينا نقول وزنها، وتتابع اللي هي زيارة عيادات الحمل ورعاية الحوامل بانتظام، وهناك تجرى لها الفحوصات، والطفل يعني خلينا نقول أو الجنين سليم وهي سليمة لا تعاني من أي مشكلة. طبعا نشوف ان في كثير من الامهات والحوامل يفضلون حتى ان الصوم في الشهر على اساس ان بعدين يعني يمكن يستصعبون الصيام بعدين. فما في شك ان الصيام في رمضان وان كان في يوم طويل وحر الا انه هو اسهل من اي وقت ثاني، بحكم ان الجو سبحان الله كله يعني يكون جو روحاني، ويكون يعني في تحسين ان في عندك قوة وعندك إرادة أكثر من لما تصومين أنت بروحك، تحسين الكل دار ما دارك صايم. طيب هذي الوقت الطويل دكتورة أمل يعني ما يأثر على المرأة الحامل؟ طبعا هني بادش عشان كذي أنا أقول إن إذا كانت المرأة كلها ما تعاني أي شيء، لكن في علامات إن هي لو حست فيها لازم يعني تقطع صيامها وتفطر. أول شيء لو حست إن حتى حركة الجنين يعني مو مثل الأول، حست إن حركة الجنين ابتدت، مو إن هي اختفت بعد بس إن هي قلت، أو إن هي حست قالت فيها انقباضات يعني مو في وقتها يعني مثلا، أو إن في الساعة الواحدة فيها أكثر من 4 تقلصات في الرحم، فهذه معناته إن في تكرار حق هذه. إن إذا كان في نزل عليها يعني دم وإن كان جدا قليل بغض النظر عن كميته، لازم طبعا إذا حست بصداع، صداع شديد أو إن زقلل بالنظر، إذا حست بتعب غير عادي، لأن إحنا نعرف لازم نعرف إن إحنا ديننا في الأصل دين يسر. والحامل والمرضع وهذه الله أجاز لهم الفطر والصيام، تعويض الصيام. أنا أقول في حالة لما تكون المرأة، وأنا أعرف كثير من الحوامل يصومون أقول لك بالعكس إحنا خلنا نصوم ونخلص حتى الشهر ولا إلى علينا بعد بواقي ولا غيره، فيفضلون إنهم يصومون في هالشهر أسوة بالجميع. لو حتى لو على حساب صحتهم دكتورة؟ هذه كان قلت لك هذه إذا كان إنه الشخص المرأة يعني لا تعاني الآية صريحة، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كانت الإنسان المريض السليم البالغ بروحه إذا كان مريض يحق له الفطر، حتى لو كانت يعني خلنا نقول مثلا على سبيل المثال لو واحد يصير إنفلونزا وسخونة، إحنا نقول إنفلونزا وسخون المرض بسيط، لكن الصخونة تحتاجين إلى شرب ماء، تحتاجين إلى شرب سوائل، تحتاجين إلى ذي، بالرغم أنه هو مرض بسيط وممكن في خلال يومين ثلاثة أن الواحد يشفي منه، لكن لما تيجي حمى يعني وصخونة وحتى لو كانت بسبب إنفلونزا طبعا يجوز للشخص المريض أنه يفطر. وبالتالي الحمل نفس الشيء، الأصل فيه أنك أنت تفطر، حتى لو قلنا قلت حتى لو كانت المرأة الحامل لا تعاني من أي شيء وهي اختارت أنها تفطر، طبعا ما في إشكالية، هي عليها بتفطر وبتصوم بعدين. خب هذه يعني فرض علينا، لن يعني أنا بس لأني مثلا حامل خلاص ما ذي، أنا يعني الحمل فترة مو إنه هي مرض مزمن إنه هو لا يرجى شفائه أو لا يرجى العلاج منه، لا هو وضع مؤقت. فإذا هي طبعا هني لها الخيار
إذا كان أقول إذا الواحد كان سليم وغيره في كثير يعني في دراسة أنا حتى سويت شوية بحث حتى في مواقع أمريكية اللي يقول لك إن النساء المسلمات يعني ممكن مسويين نوع يمكن 75% من النساء الحوامل المسلمات تموت فالقالبية أو كانت تعاني من ارتفاع في الضغط أو ارتفاع السكري أي مرض يعني ممكن يكون عندها مشكلة يعني في ان هي في علاجها او في يعني مشكلة صحية او طبية خلينا نقول مع الحمل قد تؤدي الى شو يسمونه المضاعفات على الجنين وطبعا احنا نعرف القاعدة الاساسية في الاسلام لا ضرر ولا ضرار معناته اذا بسوي شيء لازم لا يضرني ولا اضر غيري والام الحامل عندها نفسها هي ممكن تضر نفسها وممكن تضر جنينها بعد فبالتالي هي مسؤولة عن شخصين فإذا نقول إن القرار الأولي يعتمد على المرأة وقدرتها وممكن طبعا هي تناقش طبيبها أو القابلة القانونية وتشرح لها هي وضعها الصحي شلون وهل إن الصوم لهذه المرأة تحديدا يناسبها أو ما يناسبها أنا أتكلم بشكل عام إن هل المرأة الحامل تقدر تصوم أو لا بشكل عام إذا كانت تتمتع بكل شيء مثل ما قلنا هي سليمة جنينها سليم تزيد المعدل الطبيعي في كل زيارة لها في الحوامل مستوى الهيموجلوبين عندها زين الدم مو بقاصر الضغط زين السكر زين هذه لما تكون متوفرة فيه كل أصلا حتى لو بقيت الحوامل اللي هما كذي وتقولي لهم فطرة وأنا أقول لك أغلبهم ما بيفطرون حتى لو تقولي لهم فطرة لكن لما تكون طبعا هناك في مضاعفات هذيك لا هاي ما في مساومة يعني الله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنت إذا أنت بيكون في شيء إذا ساعات إذا يكون حتى حمل خلنا نقول إن الحمل عقب طول مدة الحمل هذه مثلا عقب علاجات خاصة هاي طبعا هاي يعتبر بعد حمل يعني احنا نسميه حمل قالي او حمل يعني لا قيمة غير عن ولا مصطلح طبي هذا الشيء هذه حتى لو كانت كل تحاليلها زينة وكل هذه الامور زينة هي ايضا بعد ما نستوجب منها الصيام لان الصيام فيه مشقة ترى الصيام يعني خاصة لما يكون في فصل مثل الصيف لما يكون النهار طويل والليل قصير لان هاي بعد يسوي لنا مشكله ثانيه قله النوم نعم صحيح يعني الان حاليا اللي تعب بعد مو بالصراحه الصيام اللي يعني يمكن قله النوم تعبنا اكثر من مساله بالضبط. الاكل والشرب طيب دكتوره يعني على كل اللي ذكرتي طبعا فيما يتعلق بالمراه الحامل ولكن يعني يمكن في ما فيهم اي شيء مثل ما تفضلتي ولكن بس مجرد خوف
خوف من حقها ان هي ايضا تفطر. هي اذا خايف مثل ما قلت لك هي في البدايه ان على اساس انه بعدين لا قدر الله صار شيء بعد لا تلوم نفسها وتقول انا مثلا إيه كان زين ما صمت. يعني الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم ويعني ما لن يحاسب المراه الحامل اذا افطرت. نعم يعني هذه اذا كانت هي عندها خوف عندها قلق على جنينها عندها اي شيء تقدر تفطر. يعني الاصل مثل ما يعني انا كنت في التلفزيون عن الطفل صيام الاطفال. الاصل يعني الطفل والمراه الحامل والمريض اللي لا يرجى شفاءه الى هذه لان الاصل لهم الفطر. يعني الفطر اذا مثلا قلنا اذا الطفل بنقول اوكي من باب التدريب لان اصلا الطفل بالذات حتى غير مكلف شرعا مو مطلوب منه يعني الله ما فرض عليه الصوم الى الان. الام الحامل لا طبعا الصوم مفروض على المراه في عمرها لكن بما انها حامل طبعا الخيار الاول لها وان هي تفطر. نعم اذا هي مثل ما قلت قالت لا انا ابغي اصوم احنا نقول لها اوكي بس صومين على شرط انت حالتك الصحيه زينه انت ما عندك اي مشكله صحيه. نعم. الطبيب مالك والطبيبه والقابله القانونيه قالوا لك اوكي تقدرين تصومين تفطرين لو طلعت اي من المضاعفات اللي قلتها لو حسيتي باي تعب ما تكابرين حتى لو تقولين يوم واحد لا ما علي بتصبر لا. انت اذا حسيتي بتعب حسيتي بالصداع الله عليك مثل ما قلنا حسيتي التقلصات قل زادت او بدون معنى او حركه الطفل قلت او الزقل اللي في النظر هاي علامات انه ممكن يعني تعكس انه يكون شيء مضاعفات حدث فبالتالي انت ما تخلين روحك لان الانسان بعد محتاج وهي في الحمل محتاج الى تغذيه زينه محتاج الى دي وبعدين الليل بيصير عندك الوقت اللي يعني المسموح فيه الاكل مقارنه بالوقت اللي غير مسموح فيه بالاكل بالنسبه حق الصايم اكثر. نعم وهناك تبين بعد مثل ما قلنا تبين ساعات نوم تحصلين عليها فهذه الامور خلت يمكن الصيام في هذا الوقت تحديدا في مشقه اكيد ما في شك ولا احنا شلون نحصل اجر بعد اذا ما في مشقه صجي. وعلى قدر مشقتنا احنا ان شاء الله إن شاء نحصل الله. الاجر إن شاء لكن الله. طبعا الام الحامل انا اقول لك الاصل ان هي تفطر نعم لكن ان بقت تصوم طبعا لابد تتوافر فيها الشروط ان هي تكون فعلا قادره على الصوم. الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل الشكر والتقدير لك دكتوره امل جودر مديره اداره تعزيز الصحه بوزاره الصحه والشكر ايضا للمجلس الاعلى للمراه على هذا التعاون. شكرا لك دكتوره.